أحداث وملخص الحلقة 21 من مسلسل ولاد بديعة. بهالحلقة معنا في الماضي لأول مرة، بتبلش الحلقة دغري. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة لنبلش بالحلقة. يلا، اسم الحلقة هو باقي دمعتين، وحدة إلي وحدة إلك. مين بتتوقعوا يقولها؟ قولوا لي بالكومنتس، بس قبل ما تحضر الفيديو كله. المشهد الأول بتكون سكر قاعدة مع المقدم عساف وبتكون عم تبكي، وهو عم يحكي لها أنه بكرة لما تطلع من السجن. بتقول له انا ليه ما مرق بحياتي رجال مثلك؟ بيقول لها كيف يعني؟ بتقول له عندهم اخلاق وعندهم شهامه ومواقف، انا كل اللي مرقوا بحياتي امهم حبلاني فيهم بالغلط. معقول سكر بلشت تضحك عليه؟ قولوا لي شو رايكم بالموضوع. بنشوف شاهين عند غاليه وبيا عم يتروقوا، بتكون بدها تروح على الجامعه، فبيقول لها انه سيارتي كانت وسخه اخذتها لحتى يغسلوها. بتقول له امبارح غسلتها. بيقول لها يلا ما بيأثر روحي معي، وبيقوم بيروحوا وياها على الجامعه. هو عم يوصلها على الجامعة بيسألها فينا نحدد موعد للخطبة ولا لا، فبتنزل من السيارة ما بترد عليه. فجأة بترجع وبتقله بتعرف شو وقت اللي بدك. ياسين بتعجبه كتير اللحمة، بيقله للمعلم شو هيد اللحمة كتير طيبة، بيقله هاي لحم حمير. أول شي بينصدم، بيرجع بيقله يا ريت خاطرت لي هالفكرة من قبل. وبيسأله كيف بدنا نوصل الذهب للمستر اللي بده ياخدون، بيقله انه على الحمير. بصير يقله الطريقة كيف. ياسين بياخد المصاري وبفل. استعدوا للصدمة. أم جمعة طابخة ملوخية وعازمة بنتها وزوج بنتها على الملوخية. فجمعة بيقلها أنه الملوخية كتير طيبة والدجاج كتير طيبين. عم بتقله أكيد طيبين، مربيين على الغالي ومربيين على الكاجو. عم بتطلع فيها بينصدم، بيقلها وين الديك؟ بتقله صار ببطنك، بتكون طبخيت له الديك. وهون منشوف جمعة بمشهد أول مرة منشوفه فيه، بروح لعند أمه بيقلها ليش هيك عملتي؟ أنت ذبحتيني مثل ما ذبحتي. هو كان الوسيلة الوحيدة لحتى أطلع من اللي أنا فيه، وأنا شغيل بيقولوا لي روح روح تعا تعا، ولا مرة قدرت أطلع من هيدا الجو. كنت بدي أخذك على الحاج. بيقول لأخته أنا قبلت مع الوفا لأنه كنت شايف إنه فيها مصلحة لإلك. وبيروح بيقول له لسهره، بيقول له بعتذر منك بس أنا عملت هالشي كرمال أختي. سيكي رجع على ضيعته، وأول ما رجع تذكر الحادث وكيف ماتت حبيبته. بيشوف حدا ماشي، على الأغلب هو خي حبيبته، فبيتخبى منه لحتى يروح. وبيفوت على بيته، فبيطلع على السطح، على سطح بيته، وبيطلع على الميل التاني، بيلاقي بيا لحبيبته أوصاف مزوج. أصلا هو سمع أنه مزوج وعنده بنات، فحتى البنات ما بيكونوا مسميه على اسمها. فبدق لأوصاف، يعني أكيد مشهد خيالي، بدق لها بيقول لها تعي شوفي بيك، بيك تزوج وحتى ما رضي يسمي البنت على اسمك، وإخواتك ضحكتهم هالقد وكلهم ناسوكي وبدلوكي إلا أنا ما رح بدلك. ياسين بيروح لعند سكر على الحبس زيارة، بيقلها الأصفر صار أخضر وحصتك ناطرتك أول ما تطلعي. فبتقله هي يا مان ارتحم صار فيك ترتاح. ترجع على الحبس، بيكون البنات عم يرقصوا ويدقوا على الطبل، فبتقلن هلأ هيدا رقص، وبتشلح السكربينة وتبلش رقص. جمعة بيلاقي الحل انه يروح لعند مختار وياخد منه مصاري لحتى يعطيهم للوفا وللمغربي. بصير يبس له اجره، بيقول له مختار شو هالحكي وليش هيك عم تعمل؟ انت جاي تطلب مني شغله واعطيني شغله مقابلها عادي، ليش عم تترجاني؟ هيدا مختار مش مصلي على النبي. بيقول له واحد مثلك شو ممكن يقدم لي لحتى اقدم له 20 مليون؟ انسى، بس انا بقدر اقدم لك عرض. بيقول له شو؟ بيقول له مختار تشتغل عندي. بيقول له بشو بدي اشتغل عندك؟ بيقول له اخواتي شاهين وياسين، بدك تعرف لي عنهم كل شيء وتيجي تخبرني. فأول شي بفكر بيرجع بيقبل، بيروح وبيجي بيقول له أنا موافق، وإذا بدك ببلش من هلأ. قد ايه معاشي؟ بيقول له مليونين. بيقول له طيب. أول شي ياسين عم يشتغل بالبنزين المهرب، وهلأ منشوف نظمي والوفا مع بعض قاعدين عم يشربوا. والوفا بيقول له لنظمي صفيان دمعتين، واحدة إلي واحدة إلك، فهيدي اسم الحلقة. بيكون الوفا عم يقوله لنظمي. بصيروا يحكوا عن زهور، ونظمي بيسأله برحمة أبو الوفا بتقل الحقيقة، انت لمست شعرة منا لزهور؟ فالوفا بيقول له بتشعر من تأليفه. قام نظمي ما بيفهم عليه، بيقول له شو يعني؟ بيقول له الوفا خلص جاوبتك. بيقوم بيروح نظمي. بيرجع على البيت، بتصير زهور تحكي معه وما بيرد عليها. بيروح بيكسر المراية وما بيقبل انها تدقره، بيرجع بفل. جمعة بيكون ناطر الوفا لحتى يستسمح منه ويقول له انه ما قدرت أمن لك حق التليفون. فبيكون الوفا سكران وبيبلشوا يحكوا من حديث لحديث. بيقول له انه انت مش اول واحد طنعت عنتني بظهري، كمان اللي كنت مفكرهم اخواتي شاهين وياسين كمان طعنوني. شاهين بده موظف عنده عني، وياسين قلت له عمل حاله ما سمعان، وبعد التفجير اللي صار فل وما بقى حدا عارف عنه شي. فبيقول له جمعة اي تفجير؟ بيقول له تفجر المكتب عنده، وما عرفت انه تزوج وحده اسمها ام سليم.
بيقول له ام سليم ام سليم، بيقول له ايه ام سليم، بيكونوا بيعرفوها يعني انها رقاصة، وبيقول له انا مسامحك وبفل. شاهين بيكون دفع 5000 دولار كرمال هيدا الشغل الجديد، فبيجي لعنده ابو عبده وبيقول له انه طاروا علينا المصاري وبطلوا بدهم يشتغلوا معنا. بيقول له كيف وليش؟ بيقول له عرفوا انه ما عندنا تأمين هون على الدباغات. فبيقول له معقول عرفوا هن يعني فتشوا ولا حدا عم يلعب فينا؟ بيقول له ما بعرف. مختار بفسد عن مطرح ما بيكون في بنزين عم يبيعوه مهرب، وبيكون الوفا هو اللي مستلم القصة مش ياسين، فالوفا هو اللي بيطلع بالقصة. بيقول له جمعة لمختار عندي إلك خبر عن ياسين، بس حقه 20 مليون، هلأ صار عندي شي أقدم لك إياه. وبيقول له إنه تزوج أم سليم. مختار بيروح لعند شاهين وبيقول له معقول خيك بتزوج هيك زواج؟ بيقول له شاهين أنت شو بك عم تخبص، ياسين منه مزوج. بيقول له بلا مزوج، مزوج أم سليم هز الورد، وكانوا كلهم بيعرفوها يعني. هلأ هيك الصلحة، هيك مبلشين، هيك انتو بتحسوا حالكم بتليقوا باسم عارف الدباغ؟ فشاهين بينصدم وما بيحكي ولا كلمة. هو طالع بتلاقيه هديل بتقله الخازوق اللي اكلته هو انا اللي وراه، انا اللي بعت لهم ايميل للشركة وقلت لهم كل شي، ولا لا تترحم على ايام بيي، بس ما بيرد عليا. بيروح شاهين لعند السيكي وبيقول له بدك تاخذني هلا على بيت ياسين. بياخدوا السيكي وبيفل، بفوت لعند ياسين، اول ما يعطيه فنجان القهوة بكبه بالارض، بيقول له ان شاء الله جوزت الدهر يا خيي. وقبل ما نفرح بذريتك الصالحة من أم سليم هز الورد، بتكون عم تسمعهم أم سليم. بيقول له ياسين أنا كنت بدي أقول لك من قبل، بس قصة سكر هي اللي خلتني ما أحكي. فبيقول له كنت بدك تقلي ليش أنت إلك عين تقلي؟ لو تشوف وجه مختار كيف كان مبسوط هو عم يقلي وقدي كان شمتان. وبيقول له اللي اشتغل دربكاتي ورا أخته على صغر مش بعيد عنه يتزوج أم سليم لما يكبر. مبروك أخي، هلأ فعلا صرت جواد. فهون عن جد بيعصب ياسين وبيطرقه كف لشاهين. شاهين ما بيحكي ولا كلمة، بيقوم بفل. فياسين بيقول له هيدا اللي أنا عم بعمله أنت مبلش فيه قبله على أمك، فرتيلي لعب فيها عارف الدباغ على أمك ولحتى جينا نحنا، بوقتها أنت ما عملت شي، صرت تركض ورا البابا من بعد ما كنت أجير عنده. بيقول له إنه أنا قبلت على هيدا الشي، هيدا رجع لنا شرفنا، بس أنت شو رجعت؟ فبيقول له ياسين ربك قبل التوبة وأنت ما عم تقبلها، ربك شوف شو كبير. بيقول له شاهين وحدة مثل أم سليم لما تكبر بتصير تفتش على شبقة بضاي مثلك، بس أنت أكيد ما عندك مشكلة، بتكون أكيد عطيتك مصاري. وهون ياسين بقلعه بصير يقول له طلع لبرا أنا ما بدي أشوفك، ما بقى تفوت على حياتي. وأم سليم بتكون عم تبكي بالمطبخ، وبيطلع شاهين بصير يبكي برا، وياسين كمان بصير يبكي وبيخلص. قولوا لي شو رأيكم بالحلقة، بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير، باي باي.